مشاهدينا، ننتقل الآن إلى مسجد الحسين بن طلال لنقل وقائع صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بحضور جلالة الملك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله
إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الصلاة جامعة. صلاة العيد يرحمنا ويرحمكم الله، وصلاة العيد ركعتان. نكبر بعد تكبيرة الإحرام بسبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية بخمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب عبرةً للمعتبرين، وموعظةً للمتقين، ونبراسًا منيرًا للمهتدين، فكان شفاءً لما في الصدور، ومصلحًا لجميع الأمور. أحمده تعالى الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من عباده الراشدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يتبخر بنفحاتها الأفواه والأردان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل المؤمنين إيمانًا، وأحسنهم إسلامًا، وأعظمهم خلقًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ، وعلى آل بيته الأعلام، وصحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. الله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. إن يومكم هذا يومٌ عظيمٌ مبارك، يوم الحج الأكبر، وهو آخر الأيام المعلومات، وأول الأيام المعدودات. إنه يوم الفداء والتضحية من أجل إرساء قواعد الحق والعدل والإيمان بالمبادئ التي تربط العبد بخالقه. وإن الأمة إذا سرت روح التضحية في أعطافها زال عنها العناء والشقاء. والتضحية من أجل فلا حياة للمبادئ إلا بالتضحية، ولا أمن ولا استقرار بغير التضحية. وحب الوطن ليس بكلمات، إنما حب الوطن سلوك نقوم به لكي نثبت انتماؤنا
وولاؤنا الحقيقي للوطن والأوطان، ولا يكون هذا إلا بالتضحية بالمال وبالنفس وبالولد من أجل الوطن ومبادئه، ومن أجل المحافظة على أمنه واستقراره. إن الوطن كشجرة طيبة لا تنبت إلا في تربة التضحيات، ولا تسقى إلا بالعرق والدم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وتهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن يومكم هذا يوم عبادة ونسك ودعاء وذكر وصدقة وبر وصلة، ويوم التعاون والتعاضد. ألا وإن أعظم الناس حقوقاً بعد حق الله هما الوالدان، ولذلك حقهما عظيم وبرهما واجب. وقرن الله تعالى طاعتهما بطاعته، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمرنا الله تعالى ورسوله بصلة الأرحام، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأمرنا الله تعالى بالصدقة والبر والتعاون والتعاضد، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد أمرنا رب العزة وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك الذي هو أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى، سن لنا الأضحية. فيقول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل أحب إلى الله في يوم النحر من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع بمكان قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفساً، إنها يوم التعاون والتعاضد. إنه اليوم الذي سجله التاريخ بغبطة وسرور. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من أدخل فرحاً أو سروراً على أهل بيت من المسلمين لم يرضى الله له سروراً دون الجنة. إنها أيام الذكر وتعظيم الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإيمان، وأنتم تشاهدون العالم يموج بالفتن والمحن، وتنتشر فيه المجاعات والأمراض والأسقام، ويسيطر عليه اليأس والإحباط والقلق، ونحن نعيش في هذا البلد بفضل الله وبنعمته. الرسول عليه السلام يقول: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وما الدنيا إلا أمن في الأوطان، وصحة في الأبدان، وطعام وغذاء ودواء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعمتان مجحودتان، الصحة بالأبدان والأمن في الأوطان. واسمحوا لي يا سيدي، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. ونحن في هذا البلد الهاشمي الذي امتن الله تعالى علينا بقيادة حكيمة شجاعة مخلصة لدينها ولوطنها ولأمتها، ولن ننسى يا سيدي، وأنت تبحث وتتفقد طعامنا وغذاءنا ودواءنا وتجارتنا وزراعتنا، لقد كان يا سيدي سعيكم سعياً مشكوراً. وجزاك الله عنا وعن الأردنيين كل خير، لقد حولت الشدائد في حياتنا إلى فوائد، وحولت المحنة إلى محنة، وحولت التحديات إلى فرص، حتى أصبح الأردن
بفضل الله ثم بفضل جلالة سيدنا حفظه الله ووقاه الله وحماه الله ورفعه الله ونصره الله وأيده الله بجند من عنده، أصبح الأردن النموذج الأمثل والوحيد في العالم من خلال مبادراته همة وطن وأردن النخوة الذي تكاتف فيه الشعب مع القيادة. فحماكم الله وأيدكم الله، وندعو لك من قلوبنا في صلاتنا وخلواتنا أن يحفظك الله وأن يجعلك ذخراً وسنداً لهذا البلد. قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله، من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه ما تمناه، ولا حول ولا قوة لنا ولكم إلا بالله. يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وحق التقوى أن يطاع فلا ينسى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولو طرفة عين، اللهم دبر أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم احرس حدودنا واحمي جنودنا، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم يا مولانا على من عاداك. اللهم احمي شبابنا، اللهم احمي شبابنا، اللهم يسر أمورهم وفرج كروبهم، واجعلهم سنداً وذخراً وبناءً لبلدنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاءً رخاءً آمناً مطمئناً مستقراً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله ابن الحسين، اللهم وفقه ووفق ولي عهده المحبوب الأمير الحسين، اللهم وفقهما لما تحب وترضى. اللهم عنهما ولا تعن عليهما، وانصر لهما ولا تنصر عليهما، وامكر لهما ولا تمكر عليهما، واهدهما ويسر الهدى إليهما. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنهم شر الأشرار وشر الأمراض وشر الأخطار وشر كل ذي شر لا يطيقون شره. اللهم إنا نجتمع في هذا البيت فلا تدع منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وقائد الوطن والوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.